ننتظر الخبر الرسمي حسب ما الامور تخلص باذن الله، لكن زي ما انتم حضراتكم في الاتجاه الايجابي الاقرب. يعني اليوم السابع حسابهم على تويتر، الاهلي يطالب موسيماني بتقرير عن ميكيسوني تمهيدا لتنفيذ قرار الاستغناء، يعني على اساس طبعا كامل الاحترام للزملاء في اليوم السابع، لكن على اساس ان خلاص القرار اتاخد. والله يا جماعه القرار لسه ما اتاخدش، سواء ببقاء لاعب او رحيل لاعب ايا كان مين اسمه هو. يعني ميكيسوني موجود في قائمه الاهلي بكره في ماتش المقصة، فده معنى ايه؟ معنى ان هو ما فيش قرار خاص برحيله، فكل اللي بيتقال ده اجتهادات واستنتاجات، مش اجتهادات، هي استنتاجات، وده الاقرب. ليه بقى؟ لان الناس دايما بتبقى يقول لك ايه ده ميكيسوني ما بيلعبش كتير، ميكيسوني حتى ما بيشارك، ما مش موفق، مش بيلعب، فده الراجل ده هيمشوه ويجيبوا اجنبي غيره. الامور في الاهلي ما بتتاس كده خالص خالص، يعني بيبقى في تقييم على مدار الموسم، تقارير من لجنه التخطيط والجهاز الفني بقياده موسيماني، فعلى اساس ده بيتم اتخاذ القرار الانسب لمصلحه النادي، مش مجرد حاجه قرار كده وخلاص. يعني قرار استغناء عن لاعب او تعاقد مع لاعب مش قرار سهل، لازم يبقى فيه دراسه وفيه. ميكيسوني خلال الفتره الجايه بنامل ان باذن الله نشوف اللعيب الجامد اللي شفناه مع سيمبا في دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، يعني هو عنده الامكانيات بالمناسبه، لكن مفيش اي تقرير حتى الان ومفيش اي قرار باستغناء عن اي لاعب بما فيهم ميكيسوني. خلينا نروح للوطن سبورت، والوطن برضو الناس بتحاول تجتهد، لكن في نفس الوقت في حاجات بتبقى منطقيه وحاجات غير منطقيه بصراحه. يعني تفاصيل جلسه موسيماني مع محمد هاني بسبب منتخب مصر، هما بيقولوا في متن الخبر ان يعني محمد هاني قعد مع موسيماني قال له بعد اذنك ما تقعدنيش الفتره الجايه عشان عايز ارجع منتخب مصر، فالكلام ده مش موجود في الاهلي او الكلام ده مش منطقي. وبالمناسبه محمد هاني مش محتاج ان هو يطلب طلب زي ده، الراجل ماشي بشكل كويس، ادى كاس عالم ممتاز زي ما اداه السنه اللي فاتت، بصراحه كان ممتاز برضه، فتره باعد شويه ما كانش موفق، لما رجع اثبت تواجده، هو لعيب كبير ولعيب مميز، فمش محتاج ان هو يطلب من الجهاز الفني. والقصه دي مش بتبقى موجوده، يعني لعيبه الكوره نفسهم يقول لك صعب قوي ان اللعيب يروح يقول للجهاز الفني ما تقعدنيش او خليني في الملعب عشان عايز اروح المنتخب، لا، هو بصراحه في تركيز من المنتخب مع محمد هاني واكتر من عنصر كمان، لكن محمد هاني موجود مع الفرقه وظهير ايمن مميز، وباذن الله يحافظ على ادائه الفتره الجايه، وهو ده مفتاح انضمامه لمنتخب مصر، لكن مشاركته او لا دي قرارات جهاز فني محدش يقدر يتدخل فيها بما فيهم اللاعبين، وده امر مؤكد، فبالتالي خبر غير منطقي.